هذا خط العرض هنا الدائرة اللي هي الأركتيك سيركل، أحد دوائر العرض الرئيسية الخمسة. من هنا تبدأ، شوف هذا الخط الفاصل، هذا الخط الفاصل. فحبينا إيش نصور هنا إن شاء الله، صور دباب وصور يعني للذكرى. وحرك مشي، باقي لسه في أول الطريق 690 كيلو بس تمشى يعني حلو. والله شغلهم في الطرق كثير، الظاهر بالفعل ما يلقوا فرصة إلا في زي هذه الأيام. فالساعة الآن 1:45 تقريبا، أو 12:45، لأنه فرق في ساعتين، لخبطة في كل دولة في فرق ساعة ساعتين وما في ليل. الساعة الآن تقريبا 12:45 ظهر، قبل الظهر. والله ودي إني لو أطمر من هنا كذا وأطلع الطريق، المشكلة ما أشوف الطريق. هذا هو طريق السفر، ما هو خط يعني مسارات أربعة مثلا هنا وأربعة هنا زي الخطوط السريعة دي، لا. فهذه فنلندا طبعا. يلا يلا يا عمي، أنجز أنجز أنت وياه. أنا خايف أخرب لهم الإسفلت، تطلع هنا ولا يروح يلصق في الكفرات ولا يا أخي. الأجواء لها دور، طبيعة الأرض والطبيعة والتضاريس والمناخ له انعكاس، ينعكس على سلوك الشخص اللي عايش على ذي الأرض. فتلتقي فيه برود كذا وهدوء حتى في الكلام أيوة أيوة. أنجز يا باشا، خلينا نمشي. برضو هنا برضو في اسفلت تحت الإنشاء وإنشاء فوق الاسفلت. الله الله، في سيارة قدامنا هي اللي إيش حقت الشركة، هي اللي تمشي العالم. أيوة خلينا ننطلق. ميرسي. شوف هذا الحيوان، ما ادري ايش هو، وعل ما ادري ايش هو. هذا اللي يحذرني منه وليده. شوف شوف كيف، الله يكفينا شرها. تطلع لك من وسط ال من وسط الأدغال هذه، وعل مدري ايش هو مدري. بعدين دائما تلقى كل بعد مسافة يحطوا لك لوحة تحذيرية مرسوم عليها هذا الحيوان، يعني انتبه منه لأنه يطلع يقطع بسرعة، أو يطلع زي هذا اللي قبل شوية خايف مو داري فين يروح، الظاهر مع صوت الدباب كمان يزيد وخوف. الله يكفينا شرها. وقفت في هذا المكان وطلبت سندويتش ومع العصير وقهوة. هذه المرأة الطيبة محترمة أخلاق. طلعت أجيب تلفوني. Do you have fresh juice? Fresh juice? No? Not made from roots? No. Only from a cartoon. Okay, then yeah. I will take maybe milk. You have hot milk? Yeah. Bismillah.
فطرت و قهويت. شوف المكان هادي كذا، كأنه يخيل لك انه ما في احد جوا، هدوء. اقول لكم الجو كذا وبرودته وجو هذا يضفي هدوء على المكان ورونق من شكل اخر. شوف البحيرة فين، الله الله. هيا شوف، ما هي باينة هذه، لونها بني، ما ادري هذه غنم دي ولا ايش يسموها، ما ادري، وعول ولا من فصيلة الغزلان. والله هذه خطرة، ذي الحيوانات بكثرة اشوفها. هذه كانت في على الطريق واقفة، ما في سياج. شوف هذا واحد ضايع كان قدام السيارة واقف، ما ادري هو ايش اسمه ذا الحيوان، بس هنا بكثرة. كويس انها يعني اذا كانت باينة، خاف انه يجيك واحد خايف يقطع من هنا لهنا، مشكلة يفاجئك. تفضل يا عمي، هذه حارة كاملة طالعة. شوف قرونه هذا كيف، وال وال وال، شوفوا وال وال وال، والله حيوانات هذه بكثرة. الله يكفينا شرها. عبيت بنزين من المحطة هذه، الحمد لله يا أخي لقيت أحد يأخذ مني كاش. في محطة قبلها قالوا لي غير بالبطاقة، لأن ما في أحد المحطة، تدفع وتمشي. فهذولي قبلوا مني كاش ويورو، معايا كاش يورو طول الطريق ذا، ما حد بيقبل كاش، لا يورو ولا حتى شو اسمه، وحجزوا لي مبالغ وكذا، لكن يلا تسهلت. هذولي دراجين جايين من الشمال من النورث كيب، مرحبا، لازم يسلموا الدراجين لازم. شوف البحيرة هذه، مكان جميل. هذا شكله كامب سايت، في كباين ولا لا يكون بيت يا راجل، هذا مكان خاص شكله. أهم حاجة ما يكون عصبي راعي البيت، ما أصحى إلا طالع لي زي الأفلام بمسدس أبو محالة ولا شوف كيف أحلى بيت هذا كذا على البحر على النهر. والله أنا كل شوية أوقف، كل بعد مسافة يستوقفني منظر مشهد حلو كذا شيء. الآن إن شاء الله قدام كمان 500 متر أطلع من E8 E8 إلى E93 إلى E93 E93. هذا هو عندي الجارمن والجوجل مابس، أطلع من هنا على E93. تمام كذا.
إذن من العبارة في الدنمارك، إذا في ألمانيا تمشي لين توصل العبارة في ألمانيا، تدخل على الدنمارك، بعدين تمشي في الدنمارك في اتجاه السويد إلى أن تمسك خط مالمو، يجيك منطقة اسمها مالمو، يعني تكون قدامك تمشي لين توصلها وتعبر من خلالها على خط E4، وتمسك E4 هذا يومين تمشي عليه إلى أن يجيك E8 من لين توصل تيرنيو، المنطقة الحدودية بين السويد وفنلندا. أنا الآن في فنلندا، هنا هذه الخطوط والأراضي اللي ماشي عليها الفنلندية، تمشي في الأراضي الفنلندية على E8، وزي ما شفت قبل شوية تفرق من E8 على E93 إلى قدام، وبرضو في للحديث بقية. أعتقد هذه حدود فنلندا مع النرويج تقريبا. أعتقد هذه المنطقة ما علم هي تقريبا علم الاتحاد الأوروبي وعلم الدولتين. COVID-19 700 متر. مطر. مطر والله. وبرد. درجة حرارة 11 درجة مئوية، ورفع معنويات البني آدم هذا. شو الله عليه ماشي في ذا المطر وذا الطلوع يا عمي، هذول هم الناس الحي يحييك، دوس يا عم ادعس الحي يحييك، والميت يميتك، ولا الميت يزيدك غبن مدري. والله مطر وبرد، مطر وبرد وبرد ومطر، بردانة بدفة. واو، هذه الأراضي النرويجية. لقيت الطريق ذا، دخلت يمين، ما ادري هو الظاهر كامب سايت هنا في بحيرة هنا، خلينا ندخل نشوف. جينا في طريق مو مناسب للكفرات هذه اللي أنا مركبها، بس يمشي الحال إن شاء الله. كذا نوقف. أيوة، في كامب تحت، كباين وتخييم. الله الله الله، الدباب قام
يتزحلق ويراوغ. ليه أبني كده؟ الأرض هنا مبلولة طين. والله الأرض ما هي مناسبة يا حسين، يا حسين يا ابن هاشم. فين أنا شايف الكباين تحت؟ أظنها ما أدري فينه. طين الأرضية، طين ويزحلق. هذا المكان شايف اكواخ انا اي هناك، بس والله ما ودي اوقف انا، ما يعني لسه احس النهار في اول. وهذا بيت، هذا منزل يمكن لاحد هنا، ما هو موقع تخييم. حاجة تخليني ايش اكوتي من هنا. هذه أرض النرويج، ما تشوف إلا أدغال وقفت شوية، البعوض بكثرة. شوف النهر نفسه صار في هذه الجهة اليسرى، الآن صار على يساري. هذا الجبل هنا، الطريق إلى نورث كاب، إلى آخر العالم زي ما يسموه. Why not? And if you go to my channel, you would see the trip that I made from Kigali to Rwanda. I'm so sad because I have a GoPro too, but it broke on the first day. Oh, I'm sorry for that. Yes. You are from here, from Norway? No, I'm from Germany. Ah, I came from Germany. Ah, okay. Yeah, on this, from Frankfurt. Ah, okay. Yeah. I live in the near of Cologne. Cologne, yeah. So far away from Frankfurt. By the way, is there, on my way coming back from North Cape, I don't want to do the same thing and drive all the way to Germany. Is there a ferry that might take me to Germany or to France? Yes, so of course, at the west coast of Norway, you can take a ferry to the Netherlands or to France. And from Copenhagen, you can take the ferry to Fehmarn, that's a city in Germany. I see. And the how far is the North Cape from the ferry in Norway? Long, huh? It's long because the ferry from Norway is very down in the country, so it's in the near of Oslo. Oh, I see. So you suggest I go to like for to Stockholm maybe? Yes. And take the ferry from there to Marsilia to, yes, yeah. Okay, thanks a lot. Yes. I wish you take a photo from your YouTube channel. Yes, I will, yeah. My name is Hussein Halawani. Yeah.
But unfortunately, my channel all in Arabic. Okay. Yeah. Find a way to. What is your name? Ilyas. Ilyas. Yes. Ilyas, this almost Arabic name. Yes, I know. Ilyas, and even this is mentioned in Quran. Ilyas, a name of one of the prophets. Yes, the prophet Ilyas. Yeah, Ilyas. Yeah. Well, this is interesting. Called after him. Yeah. Okay, interesting. Okay. شاب لطيف هذا ألماني جاي على سيكل وبيروح لنورث كاب جاي من ألمانيا. عجبني اسمه يا أخي، اسمه إلياس. قلت له هذا اسم واحد من الأنبياء، قال لي نعم أعرف، أنا سموني على هذا الاسم، يعني بناء على هذا الاسم. فما سألته والله يعني إيش هو، لكن اسمه جميل وإلياس. إلياس يبغالي أعرف اسم الحيوان هذا، ما هو وعل، الله أعلم، ما أدري شو، بس كذا خطر هذا والله الحيوان. وقفت بأصلي الظهر والعصر، ترى للعلم عندنا الساعة 8:09 يمكن، المغرب يأذن 11 أو 11:30 أو ما أدري والله في الليل، والعيشة بعده بشوية وبعدهم على طول بساعة الفجر. بصراحة لخبطة هنا لكن لا زال عصرية. شوف عندنا بوقف أصلي، باقي لي 110-120 على النورث كاب. في شغل في الطريق ولا يكون مقفل مرة، بس الله 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 الله. مشونا، الظاهر النفق كان في شغل او انه 2980 متر تنل. النفق هذا طوله تقريبا 3 كيلو، 2980 متر 3 كيلو الا شوية. والله النفق مظلم وصوت المراوح، ما في إضاءة كافية، يعني نفق 3 كيلو. أوبس والله دخلت في حفرة مدري إيش هي، الأسفلت فيه إصلاحات، ما هو يعني ما هو جديد. هذا أطول نفق أدخله يا راجل، وبعدين شكله كذا يعني ما هو
والله نفق يعني تجربة جديدة، و لسه قدام 3 كيلو ترى، تقريبا 2980 متر. الحمد لله طلعنا. اوه في ناس ينتظروا هناك، البحر على يميننا في وسط الجبال. شوف الجبال هذه في وسطها النفق. يطلع تطلع المجموعة ذي وتدخل المجموعة ذي، وناس رايحة وناس جاية، وعلى كبري عباس اهلا يا راعي الافريكا. على كبري عباس ماشية وماشية الناس. سعيدة يا حلوة سعيدة، ياللي بلادك بعيدة. دخلنا نفق ثاني بس هذا الاسفلت فيه كويس، ما ادري كم طوله حقيقة، ولكن يعني طويل، يمكن اخو هذاك. الجو بارد داخل النفق، في زي الضباب خفيف كذا. وقفت انا على مقربة من النورث كاب، فخلصت علي بطارية الذاكرة فل، كنت اظن انه البطارية فالذاكرة فل، عشان بصور يعني دخولي على النورث كاب. هذا شوف الشلال من النازل من الجبل، خليني انطلق اصور، احاول اصور امسك بذي واصور وانا اسوق. انا عندي تيكت من امس، I already have ticket. والله بس كيف اقدر اروح اصور بالدباب هناك؟ كيف اقدر ادري كيف اقدر ايش كذا اتسلل سنيك to take a picture there on the bike. كيف اقدر اروح اخذ صورة هناك مع الدبار؟ هلو. How are you?